يا هلا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج باسكت بول تايم. بنستمر فيها الحديث عن استعدادات الأندية وتعاقداتهم مع المحترفين الأجانب، وكذلك استعدادات ممثلين الوطن نادي الكويت والقادسية في بطولة غرب آسيا منطقة الخليج بالتحديد واصل. بداية خلوني أرحب بزملائي رواد البرنامج محللين قناة الرياضية كابتن محمد مطيري، حياك الله ومسي عليك بالخير. الله يحييك أخوي كابتن فارس، أحب أمسي عليك بالخير والأخوة المشاهدين خلف الشاشة وكابتن الكبير والزميل عبدالله الصراف. كذلك زميلي الآخر الكابتن عبدالله الصراف أبو خالد، حياك الله ومسي عليك بالخير. الله يحييك ومسي على السادة المشاهدين وإن شاء الله حلقة ممتعة. إن شاء الله بإذن الله. نحب نوه السادة المشاهدين على نظام الدوري لهذا الموسم، دوري دمج تقريبا مشابه تماما للدوري اللي كان بالعام الماضي، لكن نوه لهم دوري دمج من قسمين يتأهل الأربعة. مثل ما ذكرنا أن 9 أندية بالحلقة اللي طافت مشاركين هذا الموسم، الأربعة يتأهلون إلى المربع الفاينل فور، المربع الذهبي، الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نظام البست أوف ثري، من ثم النهائي راح يكون البست اوف فايف، والأندية الخمسة اللي تعد ينزلون إلى دوري الدرجة الأولى أو كما معرف إلينا بدوري المظالين. كابتن محمد مطيري، اليوم ودنا شوي تقول لي رأيك بنظام الدوري وتقريبا بالفصل بين الدمج من ثم إلى أربعة إلى خمسة. لما أتكلم عن نظام الدوري فارس أتكلم عن نظام ما هو قريب علينا، يعني عاصرناه إحنا كلاعبين وعاصرناه كمحللين في المواسم السابقة، يعني متعارف عليه هذه الفترة الأخيرة، وإلا أمانة كانت الأجدر والأفضل في الفترة الأخيرة أنك تلعب دوري دمج ذهاب وإياب وتستبقي من بعدها تلعب اللي هو المربع الذهبي. ولكن اليوم الميزة بالموضوع أن بعد المربع الذهبي بعد ما يلعب الأول مع الرابع ثلاث مباريات، الحين صارت لا بالنهاية خمس مباريات، هذا اللي كنا نطالب فيه بالفترة الأخيرة. اليوم خمس مباريات تعطي انطباع بين الجمهور يحضر أكثر، الناس تتابع أكثر. اليوم ثلاث مباريات ما كانت كافية بالمواسم السابقة، فالأمانة يعني دوري بشكل عام ما هو غريب علينا وشيء زين بالنسبة لنا. ممتاز. كابتن عبدالله الصراف، رأيك بنظام الدوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نفس ما قال أبو ناصر، الدوري مو غريب علينا، ولكن أنا عندي وجهة نظر أن اليوم أنت ما يعني قتلت المنافسة. ممكن الأربع فرق يتحدون من القسم الأول في حال صار في خسائر، وشي ممكن توصل مرحلة أنك الأربع فرق تعرفها من القسم الأول. ناهيك عن ذلك أن أنت تعرف الثلاثة من الحين، كاظم القادسية الكويت، أنت عارف أن هذول ثلاثة بقى كرسي واحد. بالنسبة لي خلاص لازم ناخذ جرأة شوي. فارقين مخالفة، خلينا مثلا نقول نستثني الكويت مثلا. كاظم القادسية الكويت فارق. فارقين. كاظم القادسية الكويت، لا تناقشني. يروحون ثلاثتهم يروحون على الورق والترشيحات تقول ثلاثتهم يروحون. أما الخسارات راح يتعرضون من بعض. حتى على الخسارات ما في خسارة، ماكو فريق، ما أتوقع في فريق، ممكن فريق واحد ممكن يبوق مباراة. كان ترى السنة طافت حرج أصلي بخط، يعني كان ممكن يأخذ من مباراة يعني آخر ثواني. أي بس يعني تقريبا أنت يعني نفسيا أنت من القسم الأول، إذا كان مفاز مبارياته وتعرض إلى خسارتين، خلينا نقول مثال على ذلك، تعرض إلى خسارتين مع منافسين مباشرين، القسم الثاني إيزي بالنسبة له يروح. ضد لك وفانت. عرفت؟ بس أنا اللي ودي أوصله حق اليوم الاتحاد الكويتي او طريقه هناك، لازم يصير فيه جرعه. شنو الجرعه المطلوب؟ خلاص الان ناخذ الكتاب، شنو يقول الكتاب؟ يقول ان سته، اذا سته فوق الفرق اللي تحت ينقصون. ما الفرق اللي تحت مع احترامي للجميع هي مو قاعد تجيب محترفين، هي مو قاعد تسعى ان تطور من نفسها، كيف شيء راجع له. فلازم يصير في عقوبات، لازم يصير هناك جرعه لمصلحه العامه. اللاعب يلعب مباريات اكثر، اللاعب يستفيد اكثر، وايضا هناك في عقوبات على الناس اللي ما تجيب لك ثلاث محترفين، او الناس اللي قاعد تجيب لك محترف، وفي بعض الفرق مو قاعد يجيب لك ولا محترف. فلازم يكون هناك خلاص احنا كل شيء بالبلد قاعد يتطور، لازم احنا هم نتطور. ممتاز. طيب بس انوك وبرجع لك. الدوري راح يلعب جوله او جولتين في مشاركه المنتخب، عفوا مو مشاركه، في مباراه وديه تقريبا راح تقام في المملكة العربية السعودية، دعوة من المنتخب السعودي. نعم. يتوقف يعني راح نلعب جولة أو جولتين، يتوقف الدوري، راح أرد الدوري في كأس السوبر تاريخ 24 11 إن شاء الله، من ثم يستكمل الدوري. صحيح. تفضل والله. لما أتكلم عن الدوري، شوف اليوم عبد الله الصراحة يمكن ننبه بالأمر هذا، اليوم الدوري متعارف عليه عندنا قسمين. نعم. قسمين، ليفل الثلاثة اللي فوق وليفل الأربعة الفرق اللي تحت. هل هذا الشيء يعني حديث علينا؟ لا، هذا الشيء صار له سنوات معنا.
فارس انا قعدت يمكن كابتن عبد الله السراب تحت الهواء قبل شوي نحسبها، قلنا عبد الله كم تحتاج عشان تصنع فريق وتقدر توصل معاه نهائي؟ حسبنا العقود مال لاعبين السله الحاليه عندنا، يعني عقودهم متعارف عليها من 10,000 دينار لما نقول الى 15,000 دينار. لما تقول لي انا اول يوم اوقع مع خمس لاعبين سوبر 15 في لاعبين 5000 لا 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 انا اتكلم لك اعطيتك الليفل العالي، لاعب منتخب مثلا اعطيتك الليفل العالي. اوكي ممتاز. لما تقول لي من 10 الى 15,000 دينار نبي نقول على خمس لاعبين دخلنا بال 60-70,000 دينار كويتي. لما تقول 60-70,000 دينار كويتي مع ثلاث محترفين يكلفوني نبي نقول هم كذلك 60-70,000 دينار كويتي. اكثر محترفين اذا محترف مثلا يعني كم يطلع معي المحترف؟ نبي نقول قيمه يعني على القيمه يعني تعدل 100,000 ككل يعني مع ككل 100,000 وملاك 70,000 دخلت على 170,000 دينار كويتي. 170 دينار 1000 كويتي وتدخلني النهائيات كفريق شكرا. تقعد تتكلم على مبلغ بسيط بالنسبه حق الانديه. اليوم الانديه اغلبها عندها استثمار، عندها امكانيه، عندها تشارك، ولكن اليوم مو مقبلين على كره السله. ليش قاعد اقول لك عبد الصراف قال لك صح يتحمل الفريق اللي ما تجي محترف كيفك اليوم مو مهم انك تصعد مع السته اللي فوق. فانا وجهه نظري مع الكابتن عبد الله السراب بان اليوم اتعب على الفريق، تاكد ان العمليه سهله بالنسبه لك انك توصل النهائي مع احترام الفرق اللي موجوده الثلاثه اللي فوق، تقدر تفوز عليهم لما تقدر تستقطب منهم لاعبين، تاخذ لاعبين، توقع عقود مع لاعبين، صدقني راح توصل. العربي لك مثال بالعربي السنه اللي طافت. العربي من مع احترامي لهم من لا شيء، فريق من لا شيء من الصفر من الاخير او قبل الاخير لاي فريق فارس من الصفر ليش لين المربع الذهبي. صحيح. وانا متاكد واجزم لك اجزام لو بعد ضاغطين شوي يدرون صعود الادوار النهائيه. ليش العربي؟ شوف القادسيه، القادسيه اربع سنوات او خمس سنوات اللي طافت ما كان متواجد نهائيا، نهائيا ما كان متواجد، حتى يعني يدش المربع الذهبي ولكن مو متواجد، بس تعب في موسم واحد. وقع صفقات محليه، وقع صفقات اجنبيه، قدر يوصل للنهائي وقدر ياخذ بطوله في موسم واحد فقط لا غير. ممتاز. بناصر وين الجهره؟ اليوم انت قاعد تتكلم الدوري للسنه الثالثه على التوالي ما قاعد نشوف لا الساحل ولا الجهره. كذلك مرقان، ممكن انت ولد النادي فانا وجه لك سؤال. الجهره صحيح، الجهره فارس الفتره الاخيره قاعد يعاني من امور، مشاكل اداريه، مشاكل ماليه، النادي يعني قاعد يمر بأسوأ ظروف حالاته. فعشان كذي عوده اللعبه ولا ما باذن الله الموسم القادم انهم راح يشاركون، هذا الكلام اللي سمعته مجلس الاداره الحالي بانهم راح يشاركون الموسم القادم، ولكن الموسم هذا راح يشارك بس مجرد في المراحل السنيه. المراحل السنيه نعم. في مشاركه لهم السنه في المراحل السنيه؟ المراحل السنيه موجودين، ولكن السنه الجايه يعني اعطانا الرئيس النادي يمكن اخذت القرار منه دايركت انا من راسه، قال لي الموسم الجاي راح اشارك الفريق الاول كله كامل ان شاء الله. كل التوفيق الى جميع الانديه التسعه اللي مشاركين في دوري الدمج. ننتقل الى دوري سوبر قارة اسيا، سوبر ليج مثل ما يعرف بواصل. عندنا مشاركه الكويت الكويتي والقادسيه الكويتي في البطوله. نطلع تقرير حول استعدادات ممثلين وطن نادي الكويت الكويتي والقادسيه الكويتي ونرجع لكم. خاض العميد حصته التدريبية الأخيرة لخوض غمار بطولة وصل للقاء الأهلي البحريني بالجولة الأولى من منافسات بطولة وصل لكرة السلة بالجانب الخليجي. وقد بدأ على محيا لاعبي العميد الهمة والنشاط والعزيمة والإصرار نحو المضي قدما لتحقيق الانتصارات كما هي العادة بالمواسم السابقة، حيث يعتمد المدرب الألماني بيتر ماريا على العديد من النجوم المحليين والمحترفين المتألقين للوصول إلى الهدف المنشود. وعلى الجانب الآخر لا يختلف طموح بني قادس على نظيره الأبيض، حيث تجري التدريبات وتهيئة اللاعبين على قدم وساق من قبل الجهازين الفني والإداري، في حين لاحظت عدسة القناة الرياضية مدى همة وجدية نجوم الأصفر الطامح للتأهل للمرحلة المقبلة وحسم البطاقة لصالحه بأقرب وقت ممكن بقيادة المدرب الأمريكي جوزيف أنتوني. تجربة جديدة يمكن أن تحمل طابعاً أفضل من سابقه بالنسبة لبطل الخليج وبنو قادس من أجل حصد الأمجاد والألقاب التي لطالما اعتدناها من الأبيض والأصفر في البطولات على المستويان المحلي والخارجي. يا هلا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، نستكمل الحديث عن بطوله واصل غرب اسيا زون الخليج بالتحديد. تقسمت الى مجموعتين، مجموعه A مجموعه B. مجموعه A ضمت حامل لقب الكويت الكويتي، كذلك الاهلي البحريني
وصيف الدوري البحريني. طبعا الكويت الكويتي حامل اللقب. شباب اهلي دبي مو غريب على هالبطوله. البشائر العماني. بالنسبه للمجموعه الثانيه من مجموعه بي اللي هي ممكن تقول المجموعه الحديديه، المنامه البحريني وصيف البطوله سنتين على التوالي، قادسيه الكويتي ضيف جديد في البطوله، الاتحاد السعودي حل مكان الهلال السعودي، كذلك العربي القطري بطل العرب من الشهر الحالي. كابتن محمد مطيري، اليوم عندنا مجموعتين، تروح ناخذ المجموعه الاولى نقول ممكن هي شوي نسبيا اضعف من المجموعه الثانيه لان حظوظ الفرق اكثر، مع احترام لفريق البشار العماني انه يعني شويه في جاب مستوى بينه وبين الفرق اللي موجوده. فمثل ما ذكرنا كويت الكويتي لان البحريني شباب دبي بشار العماني. نعم صحيح فارس، لما نتكلم عن المجموعه هذه المجموعه يعني الاقل مستوى من المجموعه الثانيه لحكم ان الكويت يعني تقريبا الافضل فيها بالنسبه لي انا، يلي من ذلك متقاربين جدا الاهلي لما تتكلم اهلي وشباب اهلي دبي قريب مستواهم من بعض، ولكن بستبعد البشار العماني مع احترامي له. المجموعه بشكل عام يعني اذا انت تبي الاول تبي منها الثاني تقريبا، الاول انا وجهه نظري يعني اشوف فيها الكويت اقرب مثلا، الثاني يعني مستواهم قريب من بعض. انا شفت الفريقين الاهلي والشباب، الاهلي اهلي البحرين وشباب اهلي دبي يعني قريب مستواهم من بعض. قبل لا تستكمل حديث العفو بس اوضح لك نقطه، نظام البطوله مثل ما انت عارف الاول يتأهل دايركت الى قبل النهائي. نعم صح. الثاني والثالث يلعبون اكس مع الثاني والثالث. نعم. من المجموعه الثانيه يتأهل الى قبل النهائي. ودي اعطي يعني نسبيه قليله الى الاهلي حكم ان الاهلي اليوم مع المدرب الجديد شفت الفريق شكله متغير الامانه. لا الاهلي البحريني، الاهلي البحريني جاد. نعم عجاد الحاج فعلا حصل على بطوله الملعب. لما اروح المحليين القى هشام سرحان متواجد في كل مبارياته، ميثم هم كذلك، ميثم اللي انا على المستوى الشخصي معجب فيه خصوصا البطولات الاخيره، هم كذلك الدرازي، هذول يعني انت تتكلم عن الثلاثه هذول كلهم شوتريه. لما تروح السناتر عنده علي شكر الله ويا محمد غربال اللي هو الخبره، تلقى عنده فريق كعناصر موجودين ممتازين. تروح هم كذلك المحترفين عنده جاكسون اللي كان مع الفرق اللبنانيه بالعون الاخيره، واخر فريق كله عم علي محرك محترف متسوى عالي يقدر يعني يقدر يعطيك مستوى يعني لعب اكثر. كما يعني كذلك عندنا المحترف الثاني الكسندر اللي هو لاعب منتخب البحرين اللي اقل مستوى للامانه بالنسبه لي من المحترفين السناتر الثانيين. يعني بالنسبه لي انا بعطي ارجحيه قليله بنسبه اقل حق فريق نادي الاهلي البحريني على شباب اهلي دبي. ممتاز. ابو خالد المجموعه اي المجموعه الاولى عضوض الفرق نبي عضوض الفرق. شوف الطموح موجود عند كل الفرق بغض النظر، حتى الاهلي البحريني اللي هو يعني قادم جديد على البطوله، ولكن اسم الاهلي البحريني قادم جديد ولكن لاعبينه كلهم خبره. اللي يفرق عن الاهلي البحريني من نادي الكويت اليوم البنش كان يفرق، بس نادي الكويت اليوم لا تنسى عنده اصابات. انا بنتكلم عن مباراه الكويت. اوكي احنا بنتكلم عن الحظوظ الحين بعدين قبل الحظوظ على الورق مفروض ان الكويت يكون يتسيد المجموعه. تعطيك ردت اعطيك ردت بطل البطوله ثلاث مرات، بطل البطوله عنده خبره البطوله، متعود على هالبطوله، يعرف يتعامل مع ظروف هالبطوله. ايضا المحترفين اللي جلبهم محترفين يعني شفناهم بطوله دبي، قيمه فنيه عاليه، زائد هم عارفين ان هذه البطوله التسويقيه بشكل خيالي ممكن تجيب لي عقد افضل، ممكن تجيب لي عقود افضل مو عقد واحد، فراح يعطونك كل اللي عندهم وما فيهم تشبع من البطوله. المحترفين اللي اول يوم نادي الكويت مستوى عالي صحيح، بس ما فيهم تشبع من البطوله، البطوله جديده عليهم، ف يبي يبدع هالبطوله، فاعطي لك ريدت اكثر. شباب اهلي دبي والبشار العماني. بشار العماني مع احترامي لا طبعا، هو في يمكن اقل شوي مثل ما قال محمد اتفق معه بالمستوى العام، ولكن شباب اهلي دبي فريق عقب ما اخذ او عقب ما وصل الفاينل في بطوله اسيا اللي استضافوها عطت الفريق يعني مثل ما تقول ثقه بالنفس. اللاعبين صار سيردوم عفوا سيردوم كنا معاهم مال المنامه المحترف فوكس. اي واتوقع ان هم بعد استقطبوا شوتر عمر مع شباب اهلي دبي. اي اتوقع شوف شوف. عمر شوت يعني لو ترجع حق التاريخ لشباب اهلي دبي تلقاه السنه الاولى كان يشارك بمحترفين، السنه اللي وراها عزز محترفين افضل، السنه الثالثه الحين قام يجيب لاعبين محليين ومحترفين افضل، فهو في اهتمام بالفريق. إيه لا لازم تخاف من هالفريق. هذا الفريق قاعد يعمل، فلازم انا احسب له حساب عشان اقدر افوز عليه، ما اقول ان انا رايح بفوز وخلاص،
فالفريق قاعد يعمل مباراته، راح تكون مبارياته قويه. بس اعطي ممكن كريدت شوي اكثر لنادي الكويت. هم الكويت ممتاز. كابتن محمد، ننتقل الى المجموعه الثانيه، المنام البحريني، القادسيه الكويتي، الاتحاد السعودي، العربي القطري، حامل البطوله العربي. نعم صحيح، لما نتكلم المجموعه هذه، المجموعه هذه اقوى من المجموعه اللي هي مجموعه فريق نادي الكويت. لما بتكلم عن فريق نادي العربي القطري، حكم ان شفناه بالعونه الاخيره بالبطوله العربيه قدم مستوى ولا اروع، قدر يكون حامل لقب لها، فريق محترفين على حكم الناس، يمكن قرينا بالتواصل الاجتماعي وقع مع اعتقد مع والي عرقتي خلاص وياه عبد الله، بس بتوقع منه حق بطوله تواصل لمده 10 ايام، مشاركته في بطوله الكاس دوله قطر، مع ان والي علامه استفهام اصلا قاعد لحد الحين ما حد وقع معاه كفرق خليجيه كلها بشكل عام. هذا واحد. اثنين، عنده متوقع انت معاني بالكويت يمكن ما كويتي، اذا عندك معلومات يلا مكسب والي عرقتي، مكسب لاي فريق والي عرقتي خبره أمانة، وائل يضيف لأي فريق. إيه يضيف لأي فريق. نعم. ووائل من المحترفين اللي ما يشبع، هذا ميزة بالمحترفين، عرفت إن وائل المحترفين اللي ما يشبع. صحيح. يبي يفوز. يبي إنجاز ورا إنجاز، ما يشبع، يأخذ إنجاز ينسى، يبي واحد ثاني. في لاعبين عبد الله لما يأخذ إنجاز أو يأخذ بطولة يحس إنه خلص اللي عليه. خلاص إيه بس شبع. فوائل النوع اللي ما يشبع. وائل مؤثر. حسب ناس مقربين من وائل نفسه أن ذكروا أنه ما زال عقده جاري مع الرياضي البيروت. مشاركة قرب آسيا تأجلت إلى شهر بعد، ما راح يبدون مع زون الخليج، راح يبدون توقع على الشهر اللي بعده تقريبا، اللي بعد حكم الظروف اللي بالمنطقة. أوكي. إذا العملية أتوقع أنه راح يخلص مع نادي الكويتي، بس ما ذكر عدل مع نادي الكويت. لا مع نادي الكويتي، مع نادي الكويتي. إيه ما أدري، بس أتوقع أنه ما راح يقعد كذي. شوف لما أروح الفريق نادي العربي أعطيه الأرجحية. القادسية الأمانة على الصفقات الأخيرة والمدرب الفريق وشخصية المدرب اللي أنا جاء يعني على المستوى الشخصي حابها، راح تلقاه متواجد. الاتحاد السعودي ولكن في علامة استفهام على فريق نادي المنامة فارس، في علامة استفهام كبيرة أنا بالنسبة لي. لما تقول لي يعني إذا بخاطب مجلس إدارة فريق نادي المنامة البحريني، اليوم أنت بطل غرب آسيا، سويت إنجاز الكل صفق لك عليه، والكل حتى البطولة اللي وراها قدمت مستوى ولا أروع، البطولة اللي هي الموسم وصف إيه قاعد تكلم مصيف وقاعد تطلع من منظر ولا أروع. اليوم مو من المنطقي يطلع منك لاعبك محمد أمير اللي أنا كنت أتكلم عنه في جميع الحلقات، أقول لك إن محمد أمير الفترة الأخيرة متصل اسمه مع فريق نادي المنامة بشكل كبير. اليوم جميع الإنجازات اللي قاعد يقدر حققها فريق نادي المنامة تلقى محمد أمير حاط له بصمة. اليوم لما تستبعدني محمد أمير علي حسين اللي هو أخو مصطفى، هم كذلك مصطفى عندك برا فريق مزمل ما راح يشارك معاك، أنت كانك توصل رسالة أنا ما أبي بطولة، كانك توصل رسالة ما أبي أشتغل. للأمانة مع احترامي لهم، أنتوا قدمتوا مستوى رائع، سويت شغلات كثيرة حلوة، لاعبين استقطبوا ما يغطون مكانهم صباح وبعد لايك. على وجهة نظري الشخصية مع احترامي لهم ما راح يقدروا يغطوا مكان الاثنين هذولا. لما تقول لي محمد أمير، أنا يمكن الحلقات الأخيرة صنفته بين يمكن أفضل سنتر، يمكن أنا قلت سويلم، صحيح أنا قاعد يقدم سويلم، ولكن محمد أمير هو اللي طالع في البطولات اللي هي وصل. فأنا وجهة نظري على في علامة استفهام كبيرة على فريق نادي المنامة، هل أنت بإنجازات؟ هل أنت ببطولات؟ هل أنت بتسترجع اللي صار بالفترة الأخيرة؟ لا. أنا استقطب مع اللاعبين المحليين على مستوى أعلى من المستوى اللي استقطبته مدولي، ولا قصورهم فيهم كان مفترض عشان نكتبي إذا تبي تنجز إنجاز أفضل من هذا تشوف اللاعبين المحليين أفضل. هذا ماركوس أنت مال الكويت معاهم، كذلك كلينت تشيبمان مال كادما إيه. فارس الاثنين هذول ما راح يضيفون للمنامه شيء اذا ما كان في لاعبين محليين يساعدونهم. ممتاز. ان شفنا كلينت مع كادما كان وصلها للدكه، ترى كلينت كان لاعب مساعد للفريق، ما كان لاعب سكورر، ما كان لاعب اللي يخلص لك الكره على عكس ماركوس. ماركوس ترى الفتره الاخيره مستواه متدني حتى مع نادي الكويت، شفنا المره الاخيره تلقاه بمباراه موجود، ولكن اربع مباريات ورا بعض ما تلقاه موجود. صح. تلقاه مباراه الرابعه موجود، ثلاث مباريات مو موجود، فكان متدني المستوى. وجهه نظر ان المنامه قاعد يخطي على خطا مو صح. ممتاز. كيف عبد الله صرف المجموعه الثانيه؟ المجموعة الثانية مجموعة أيضا قوية، ما أدري من راح يفوز فيها، لازم كل مباراة تنحسب لها حساب، لازم يعني يكون في تحضير ذهني. إذا كان نادي القادسية، نادي القادسية ضيف جديد على هذه البطولة، شيء جديد راح يصير عليه، لازم يكون هني تدش فيها عوامل الإدارة أكثر، تدش فيها عوامل التحضير الذهني أكثر، يدش فيها الاحترافية أكثر، وهذا اللي ذكرناه يمكن بالحلقة الأولى.
ان اليوم في بعض اللاعبين راح تحتاجهم في هذه المباراه، في بعض اللاعبين تحتاجهم في وصل، في بعض اللاعبين ممكن تحتاجهم ما تحتاجهم في مباريات الدوري. لازم ان يكون في ثقافه مباريات. نظام البطوله هم بعد مستحدث، يمكن حتى على ايامكم ما كان في لا ما كان لا فشيء جديد. يمكن نادي الغطيه جميع الموجودين نادي الغطيه ما في احد لعب البطوله، يمكن باستثناء عبد العزيز الحمدي صح اللعبها مع نادي كاظم باقي اللاعبين. فمثل ما ذكرت ان هذه يعني شيء جديد، شيء جديد، شيء جديد. فشلون اعالج هذا الشيء الجديد؟ قلت لك في كثره المعسكرات، المعسكر بيصير قبل البطوله، التزام الاداري راح يعطي مسج للاعب ان هناك في لازم يكون التزام فني خلينا نقول داخل ارضيه الملعب. فاليوم واجب على الاداره، من الحين انا اقول لك في هذه البطولات الاداره هو اللي من يحضر اللاعبين، هو من يرسل مسجات يخليه يلتزم فنيا داخل الملعب. لو نادي الغاتسية تعامل مع هذه البطولة باحترافية ممكن يوصل فيها بعيد، يوصل فيها ممكن. تمام. مباجر الفرق عندنا المنامة، اتحاد السعودي، العرب القطري. رتبهم ابو خالد. صعب والله صعب. عطني بس، عطني بس اول دورة اشوفهم ارتب لك اياهم، بس كذي انا مو عارف المحليين للفرق الثانيه شلون راح يلعبون. يعني انت قاعد تحكي على المنامه، يمكن انا قربي من البحرين. المنامه عنده ابو علاي، عنده الحين استقطب ابو علاي واستقطب صباح واستقطب كويل. الثلاثه هذول خبره، ما تدري شلون راح يتعامل معهم مدرب. الثلاثه يعرفون يلعبون سله، الثلاثه يعرفون يسوون مهامهم. انا اليوم كمدرب عطني لاعب يسوي مهامه واللي مطلوب منه من عندي اريح لي من لاعب ممكن يكون سوبر بس ما ادري ما اضمنه على ارضيه الملعب، ممكن يالف بالمباراه، عرفت؟ فهذول اللاعبين يعرفون يلعبون خبره. يبقى شلون راح يتعامل معاهم، محترفين مو سيء. سكن مكان محمد امير عبد الله؟ لا ماكو واحد بالبحرين يسكن مكان محمد امير. شكرا. عشان اكون صريح ماكو واحد بالبحرين يسكن مكان محمد امير، بس ممكن ابرز. اي ممكن تبرز، ممكن اخذ الاضواء، ممكن اسكر مكان محمد امير دفاعيا. تايد بن ناصر على ان المنامه من قوته السابقه؟ لا المنامه بطل. المنامه يعرف يلعب نهائيات، المنامه يملك لاعبين. يا ماركوس تبي تعارضه ولا لا؟ لا اختلف. لا لا شوف انا معاه صح، يعرف عنده ثقافه هذه انه يلعب نهائيات، بس يلعب نهائيات بلاعبين محليين مو متواجدين معاه. اليوم عبد الله لما تتكلم انا قاعد اقول لك ابو خالد ضحى باربع لاعبين عنده، اربع لاعبين عنده تشكيله اساسيه بالفريق قدموا للفريق متواجدين من المباراه الاخيره. تتكلم هذول كلهم الاربع مو موجودين عنده الحين. نبي نقول مزمل من زمان مو موجود، مصطفى الموسم اللي طاف ما لعب معاه صح. اليوم قل بشكل كبير مستوى فريق نادي المنامه. الشيء الاساسي عندي انا مع احترامي حق ماركس حتى ولما كان مع نادي الكويت، السير عندي افضل. السير كان السير مع المنامه، شخصيه السير مع المنامه راح تكون افضل من شخصيه كان يقول مستيري فوزك مباراه. بالضبط. اعطي مثال عشان اختم لك كلامي اذا بتكلم على المنامه. اليوم نادي الكويت اي لاعب يروح نادي الكويت محمد وما يجاوب منك يبدع وتشوفه زين، شيء طبيعي. ليش؟ لان هناك في موضوعه. نعم، لان هناك في اداره عقليتها تفهمك ان انا رايح ابي البطوله، انا مو رايح العب الثاني. صحيح. هذه المنامه عقليه الاداره والمنظومه، فاي لاعب يدش داخل راح يتاقلم معاهم. صحيح هم طلعوا منهم لاعبين ولكن منظومه موجوده. انا بالنسبه لي اقول لك اتوقع المنامه مو صيد سهل مع طلعه اللاعبين، مو صيد سهل، ما راح يكون صيد سهل. صنفه بالمجموعه ترتيبه الاول الثاني؟ الاول الثاني؟ الاول الثاني بالعربي القطري. شفته بالبطوله العربيه؟ اي شفته. شفته بالبطوله العربيه؟ لا بالعربي القطري. انا بالنسبه لي مع احترامي حتى حق فريق القادسيه، العربي القطري من افضل الفرق اللي انا شفتها. اذا وقع مع والي عرقتي انا اجزم لك الزام بانه يتجه بال بطل المجموعه كلها. مو متضحه الصوره اذا وائل معاهم لان الله باكونتهم الرسمي مال النادي نفسه. هذا انه الدور اللي قاعد يقوم فيه مصطفى مع النادي العربي مع اللاعبين اللي عنده. اذا لعب مباراه، عفوا اذا لعب مباراه واحده مع العربي القطري يمنع انه يلعب مع الرياض اللبناني او مع اي فريق ثاني في بطوله ما يقدر. فشل نظام البطوله. اي فشل ما يقدر يمثل فريق ثاني. فاتوقع انه في شيء طبيعي راح يوقعوا مع وائل عرقتي. اذا وقع مع وائل عرقتي انا اقول لك العربي القطري الاول على المجموعه وجهه نظري، يلي القادسيه، يلي الاتحاد السعودي، يلي المنامه كترتيب. اما عندك مشكله مع المنامه؟ لا بالعكس، انا الحين بالكلام اللي قاعد اقوله فارس انا مع المنامه الحين. انا قلت لك المنامه كان مفترض ان هذول موجودين وتضيف عليهم لاعبين محليين. انا من اصل من اشد المعجبين في كويت الفتره الاخيره اساسا، حتى لما كان بدايه المرحله كل بدايه اللاعبين فيها انا من اشد المعجبين منه. فيه كويت راح يضيف للمنامه، كويت راح يقدم مع المنامه، بس انا كان ودي ان كويت موجود مع محمد امير مع
علي حسين، لو هذول موجودين كان ضعفه. حتى لو توقع مع هذول وهذولك موجودين مع بالعكس انت راح تنتبه اكثر واكثر. اليوم لما قلل حظوظي واجيب لاعبين بنفس المستوى او اقل، لا معناه ما راح اوصل شيء بعيد في البطوله. ممتاز، خلينا نروح حق مباريات، حق مباريات واصل. يمكن اليوم احنا نصور الحلقه في تاريخ 20، راح تعرض الحلقه بعد يومين او ثلاث ايام من اليوم، فيمكن راح يعني تنعرض بعد المباراه. لكن ودي اني اخذ يعني شوي راي المحللين في لقاء يوم قد بين الكويت الكويتي والاهلي البحريني، وهذه دعوه ممكن دعوه راح تشوفونها بعد، لكن حق الايام المقبله سواء القادسية الكويتي او الكويت الكويتي، دعوه للجماهير لمؤازره ممثلين الوطن في بطوله واصل. الكويت يلعب يوم قد تاريخ 21، القادسية يوم 28 مع المنام البحريني في الكويت، فهذه دعوه الى الفريقين. وخالد اليوم الاهلي البحريني والكويت الكويتي، يمكن مباراه يوم قد، فخلينا ناخذ يعني توقعاتك بشكل مختصر قبل لا نطلع فاس. شوف منطقيا الا ترى كواليتي اللاعبين الاهلي البحريني لاعبين كواليتي عالي، يعني عندك لما تروح حق الدرازي لاعب منتخب لاعب سبره، لما تروح حق ميثم لاعب بطوله جاي لك من نشوه بطوله خليج، ومو بس من نشوه بطوله خليج، هو لاعب بطوله خليج وادى فيها وكان يعني بصمه. شكرا. تروح حق المحترفين مالتهم، محترفين زينين مو سيئين يعني ممتازين، مو زينين لا ممتازين. تروح حق اللي يجيك من البنش، يجيك من البنش برونو ايضا لاعب خبره ويعرف شنو يحتاج الفريق لما يدش من البنش، وقلت لك دائما مدرب يحتاج لاعب نفس هذا، لاعب نفس هذا تلقاه يعمر في الملاعب، عشان كذي برونو لحد الان هو موجود. والمباراة ما الفريق الاهلي البحريني ما استغلك، يعني ما لعب دوري بحريني، ما لعب بطوله وصل، انت لو جايني حق هالمباراة من بعد جولتين ثلاث اقول لك الكويت يخلص، بس انت جايتني الان ايضا الكويت بدايه المباراه. لاعبين الكويت، الكويت اي الكويت. محمد شوف توقعات دايركت كره تبي، بس ساعدني بشكل ايجاز مع توقعات. شوف التوقعات تصب لفريق نادي الكويت، حكم انا قلت لك انا يملك اللاعبين الخبره الاكثر، اللاعبين اللي احتكوا اكثر، محترفين على مستوى اعلى هذا الموسم. الامانه لما يروح المقابله اسماء ذكي عبد الصراف مو بعيده عليهم، يعني مو بعيد على فريق نادي الاهلي انه ياخذ المباراه. احنا شفنا فريق نادي الكويت لما دخل علينا الموسم اللي طاف، اعتقد المنام البحريني حرق البحريني في محترف واحد هنا، كان في قله اداء من فريق نادي الكويت، كذلك فريق قطري بعد تخلف وخسرنا من المحرج، محترف واحد من المحرج ما كان جاهز اساسا ولا 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 جاي المباراه بياخذها اساسا. صح. فانا قلت لك دائما في نفس المباريات هذه فارس، قبل لا اقول لك توقعي، انا اخاف من لاعبين نادي الكويت، ما اخاف من الفرق الثانيه. لاعبين نادي الكويت هم من يحدد باكر انه يقدرون ياخذون المباراه باريحيه او لا. متى ما حضروا اللاعبين مشتتين ذهنيا مو جاهزين للمباراه او متراخين بالمباراه، صدقني راح تروح منهم المباراه بسهوله. ولكن لا زلت اعطي على الورق فريق نادي الكويت لاريحيه انه ياخذ المباراه باكر. ممتاز. نكمل الحديث عن تعاقدات الانديه المحليه مع اللاعبين الاجانب المحترفين، لكن بعد الفاصل. يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، راح فيكم مره اخرى ونستكمل الحديث عن التعاقدات المحليه للمحترفين الاجانب في دوري الدمج للانديه. بنروح اول شيء مثل ما رحنا للصفقات المحليه، بنروح نتجه من اعلى الترتيب الى اخر الترتيب. بنروح اول شيء الى نادي الكويت الكويتي. الكويت الكويتي تغيير تام بالمحترفين، غير ثلاث محترفين. عندنا اليوم براين تيوبر، او نقدر نقول ابراهيم نرجع له الحين، كذلك جاكار، والثالث اوغستن. قبل اروح للاخوان، يمكن الخبر الصراحه اللي يثلج الصدر واللي افرحني ان براين تي المحترف الامريكي في صفوف نادي الكويت اعتنق الدين الاسلامي، سأل الله الثبات لنا ولا. يمكن مناصر شفت الخبر على التواصل الاجتماعي. نعم صحيح، افرحنا هذا الخبر بشكل كبير، والكل يعني تباشر فيه في دوله الكويت كرياضيين، كره قدم، كره يد، كره سله، الكل كان متباشر من الاداريين الفرق. الامانه شيء افرح الجميع، وهذا الشيء تاكد فارس بعيدا عن الرياضه بعيدا عن التحليل، شيء هذا يعني يسعد اي انسان اسلامي متواجد على هذه الارض. صحيح، انا والله الامانه يعني ممكن ما تقول رياضه بالاونه الاخيره، يعني ما ودنا شوي نروح بعيد عن الموضوع. نعم. مثل ما تقول صارت وسيله هي. صحيح. صارت نعم. وسيله، يمكن هذه اهم بعد رساله لبعض مجالس الانديه، بعض اللاعبين، ان يجب ان احنا ننقل الفكره او الصوره يعني بشكل افضل. نعم. الالتزام بالعقود، الالتزام بالمع يعني المحترفين اللي جايين من برا. تاكد حتى اللاعبين كان لهم دور اليوم، لما اتوقع لما هذا تقول بالدوري الكويتي لكره السله، يمكن اعتقد ثالث واحد يسلم هذا الموسم
تتكلم انه اكيد دور اللاعبين كان متواجد لما يشوف اللاعبين يصلون او يقولون مبارك في الشعائر الدينيه او يسوون شغلات قدام المحترف او يشوف اخلاق هذول اللاعبين تاكد ان هذا الشيء راح ياثر على اللاعب المحترف اللي هو مستقطب من برا. صحيح. نرجع مرة ثانية نكمل الحديث عن لاعبين الأجانب في نادي الكويت، براين تيوبر أو مثل ما نقول إبراهيم، صانع ألعاب أبو ناصر وأبو خالد، 32 سنة، يمتاز بالدفاع، أكس إم بي إي، هو الجارد، 2 سناتر جاكر، 31 سنة، 2.5 أكس إم بي إي كذلك، الأخير أوغستن 2.3، 34 سنة، قادم من الدوري الألماني، تحديدا من بايرن ميونخ. اللاعب يمكن هذا على اساس قبل اني اعطيك المجال انك تتكلم عن اللاعبين، اللاعب تعرض لاصابه، تواصلت مع السيد بدر العصيمي اكيلس، فهو راجع من اصابه. يمكن البعض يقول ليش يشارك في دقائق معدوده، لانه للحين فتره اعداد. فارس خلينا نوقف عند اللاعب الاخير اللي هو اوغستن او روبرت، اساسا هو ما تعور للاصابه، هو اساسا اللاعب كان مصاب، والجهاز الاداري والفني اللي المعلومه اللي عندي لنادي الكويت اللي راهنوا على هذا اللاعب واستغطبوا هذا اللاعب وقالوا عندنا القدرة أن نجهز هذا اللاعب شهر عن شهر، راح تلقى هذا اللاعب متواجد. أعتقد أنه لعب في باير ميونخ وكان عقده مرتفع جدا فوق المليون دولار يورو وشيء، مليون ومئتين أو مليون وثلاثمية. فلما تقول يتوقع معاه فريق نادي الكويت جهاز إداري فني بتحمل المسؤولية بعقد أقل، كعقد أقل شيء طبيعي، بعقد أقل ها فيها ريسك شيء طبيعي، وها انا احترم الشيء هذا. فارس انا احب اروح، انا شوف فيها شجاعه، انا احب اروح المخاطره اول شيء. اليوم انا اليوم اقدم على شيء، اراهن على هذا اللاعب يمكن يصعدني ويفوزني مباريات كبيره والكل يصفقني، واذا يعني الله يقول انه صار الشيء العكس اقدر استبعده واستقطب اي لاعب مكانه، حكم ان فريق نادي الكويت عنده القدره الماليه انه يتوقع مع اي لاعب. فقلت لك فريق، قلت لك الجهاز الاداري والفني على هذه المخاطره بالنسبه هذا حق هذا اللاعب، وشفناه راح يلعب جزئيات بسيطه. اليوم يمكن شفت تصريح حق الكابتن فريق حسين الخبازي يقول انه راح يلعب 20% او 30% من مستوى هذا اللاعب كبديل، كبديل. فهذا يعني راح يبين معه اذا هو مفكر يجهز حق شهر 11 و12، لا اتوقع انه راح يشوف حصاد لهذا اللاعب بشكل كبير. لما اروح للاعب الثاني اللي هو في براينتي، اللي هو ابراهيم، براينتي اللي هو هذا اللي تقريبا الامانه انا سميته بالسير، يعني قريب مستوى لعبه وطريقه اداء ستايل سيردوم. نعم يعني قريب ستايل لعبه وطريقه اداء من سيردوم للامانه. المعلومه اللي وصلتني ان لعبوا فريق واحد اثنينهم اي تحديدا وين ما ادري، لكن ان شاء الله ان تكون معلومه صحيحه ان لعبوا فريق واحد، يمكن عشان مين دفاعيين، يمكن عشان انا معجب بالسير شويه مين له. فانا اشوف ان هذا يعني قريب ستايله من صفقه ولا اروع بالنسبه حق فريق الكويت. لما تتكلم عن فريق الكويت بالصفقات فارس، انت قاعد تتكلم عن فريق يعني وقع مع محترفين على مستوى عالي، واغلب المحترفين اللي متواجدين الحين في الوطن العربي من لاعبين نادي، من اداره نادي الكويت اللي قاعد يستقطب اللاعب يلعبه معانا وبعدها يشوفه مع فرق، شوفه بالرياض، نشوفه بالحكمه، تشوفه يعني عندهم قراءه المحترفين. صحيح. هذه نعم، بس هذا اللي عندي على المحترفين الاثنين هذول. قبل ان انتقل الكابتن مخالد، السؤال كان يجب تغيير الثلاث محترفين من نادي الكويت؟ يجب، باستثناء اللي هو المحترف الاخير اللي ذكرني باسمه فارس اللي استخدم بدل الطيب جارد ريالهم على بالضبط، يعني ابدا ذكرنا باسمه، انا عندي بالانستغرام هو اسمه ما يتضرب، بس هذا اللي كانت فيه علامه استفهام للامانه، لا بعد الفاينل مع المنامه بالضبط اللي اخذوه ايران. فارس كان محترف بالنسبه لي شيء 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 يعني بالخيال، يعني قدر يقود مباريات كبيره، يلعب مباريات كبيره، هذا اللي كانت عليه علامه استفهام، ولكن الباجين ما كانت عليهم حسافه بالنسبه لي. ممتاز. ابو خالد ومحترفين نادي الكويت، وين تبي أبدأ معك؟ اللي تبي، عندك الجارد وعندك اثنين. شوف محترفين نادي الكويت بالنسبة لي، خلي أبدأ من وين ما انتهى أبو ناصر، كان يجب تغييرهم. إيه بالنسبة لي كان يجب تغييرهم ثلاثة. حتى البوينت جارد اللي استقطبوه في مباراة المنامة، إيه البوينت جارد اللي موجود الآن أفضل منه بوايد، هو ليدر، هو قائد، يتحمل مسؤولية، ما ينحاش من المباريات. ليش قلت لك ما ينحاش من المباريات؟ وانا احترم اللاعب خصوصا الاجنبي، يعني اللي ما ينحاش من هذه المباريات، لما كان في بطوله دبي صار اصابه للاعبين الاثنين ما لعبوا يعني مباريات بطوله الوحده اي فما كانوا معاي يشاركون، ما عد المباراه يقدر يقول انا ما عندي، انا حالي حال اللاعبين متعود مصاب شاد شلون الكره لعب لا بس لا راح مع لاعبين محليين وكان يشجع انا احترم هذا النوعيه من اللاعبين. مباراه ضد الاتحاد السكندري في النهائي كان مشارك كل مباراة، حتى ضد الحكمة، حتى يروح يكلم عمران، يعني تشوف الخبرة بين
عمران ولاعب اكس ام بي يروح ليه عمران يقول له اقطع معاي ويكلمه ليدر ما كان يعني مو متعالي على اللاعبين، مو انا لاعب مثلا اكس ام بي اشوفك بنظره اللي يعني شفنا محترفين اللي ايش قاعد تسوي ولا اني احبط فيك، لا هذا كان يروح ويشجع زين محتوي الفريق كله. وسبب من اسباب بروز حسين الخباز يمكن هذا اللاعب يعني كان يفضل حسين. اي جاكر لاعب حلول فرديه على مستوى عالي، دفاع هجوم، لاعب يعني اتلتيكس مثل ما يقولون، يروح يقاتل يدافع يشيل الفريق معاه بالدفاع ايضا. راح يكون يعني فارق مع نادي الكويت. خلينا نروح حق المحترف الاخير اللي مناصر اثنى عليه. محترف قيمه فنيه عاليه، محترف فوز نادي الكويت على الحكمه. اي كان سبب رئيسي لفوزهم 15 دقيقه يمكن لعبها او 18 دقيقه بس بالشوتات اللي حطها ثقيل بالملعب. ولكن فارس انا بيك تتخيل معي انت وناصر، انا يعني وجهه نظري انا مو قاعد اقول اللاعب مو زين عشان لا احد يفهمني غلط، لا اللاعب من اقوى اللاعبين عقده هو يتحكى عنه مو انا قاعد اتكلم عنه، ولكن نوعيه دفاع نادي الكويت الكل يضغط. تخيل معي لو نادي الكويت عنده مثلا مترين و16 دفاع حلو، من يدش على السله؟ شلون دشتك على السله راح تكون شيء طبيعي ما حد يعرف. شلون دشت؟ تخيل معي صعبة. شلون دشت انت قاعد الفريق كله يضغط وزين، وروتيشن نادي الكويت قوي صح، ومتفقين يعني الفريق كله متشبع من هذا الدفاع خلاص كم سنه قاعد يلعبونه. نعم. فتخيل مع هذا تزيد عليهم لاعب بطول 216 هو هجوما قوي مثلا يكون يحط لك 15 20 نقطه ما بيكسر، ولكن دفاعيا انا ممكن ما اسوي بلوكشات بس يعني اخرب لك اكثر من لايب يعني مكان هاللاعب هذا تخيل دفاعيا شلون راح يصير نادي الكويت. كنا شيء قاعد يعيد نفسه وخالد اليوم ممكن نفس الشهر نفس التوقيت السنه اللي طافت قعدنا هني بالاستديو هذا كنا قاعد نتكلم عن اللاعبين المحترفين وذكرت عن احد الانديه سؤال الكويت او نادي ثاني انه ليش ما يستجلبون لاعبين بهالطوله او شيء، وخالد يعني حسب تواصلي مع اطلب الانديه يقول لك السوق ما في يعني ما يعني لاعب اللي انت قاعد تتكلم عنه يعني اوكي مثلا انت جبت 216 صالح الماجري زين مسي عليه بالخير كابتن صالح الماجري يابو نادي كاظمه جايك 37 سنه الدوري فارس لازم تتفق بتيبه من وين بتيبه من الانبياء نفسه ما راح لازم يكون في مرحله في عبور اما ان الصين اما ان اوروبا يعني خلاص راح يجيك هو باخر ايامه اللاعب اللي انت قاعد تتكلم عنه ما في بالسوق. راح اكون صريح معاك جدا ما راح الف وادور ولا راح اجامل بالاجابه. نادي الكويت لو يبي لاعب من فنربكشة اول خمسه يقدر يبه اللاعب ما راح يرضى مو عمليه ماده كثر ما هي عمليه اني العب في دوري قوي او يعني الحين يعني الالاني 25 سنه ما 24 سنه اتوقع انه ما عنده عقود احترافيه شلون يابا نادي الكويت؟ لا تكلمني عن اليوم في عقود اليوم هذه وجهه نظري انا وجهه نظري انا قاعد اقول لك لو اي وين تبي الدوري الاوروبي نادي الكويت لو بحاط عينه على لاعب يقدر يبه رحيبه ماديا راح يذبل له السعر مخالف مو عاجبك اوغستن هذا مو عاجبني محمد هو لاعب ممتاز عشان لا انفهم غلط المره الثانيه لاعب ممتاز لاعب خبره لاعب ممكن شهر واحد يكسر ولكن بس انا ابيك تتخيل شكل نادي الكويت مع لاعب دفاعيا قوي هو دفاعيا ترى مو هو يعرف وين يوقف بس مو البلوك شات مو اللي مثلا يبين لاعب دفاعي فتخيل تجيب لاعب دفاعيا قوي ليش قاعد اقول لك كذي انت اليوم عندك مساعد العتيبي يضغط تركي يضغط اليكس لا ما راح يلعب خلينا نقول بالدوري اليكس يضغط لا تدري حسين دير بالك حسين الخباز أقل دفاعيا ولكن هو هم مطلوب منه انه يضغط على الكره صح. بعد منه حمد عدنان يضغط هذول عديت لك خمس لاعبين كويتيين فهد ظفير ينزل هم مطلوب عمران قاعد يطلع لبرا 3 بوينت يمسك مان تو مان فانت تبي لاعب طويل فتخيل إيه لما تدش على السله مع الضغط هذا كله وتدش على السله تلقى لك واحد زين اللاعب هذا موجود عندك وخالد قاعد تسوق له انت مبين لا موجود بدر الحصيبي يعرف احسن والله يا ابو خالد وجهه نظر قد تحترم لكن انا تواصلت مع اغلب المدراء الاداريين بالانديه سواء الفني او الاداري على الموضوع هذا السنه اللي طافت والسنه الحاليه انه ليش ما نجيب لاعب بالمواصفات اللي انت قاعد تذكر انه يكون طويل والى اخره سببين اما ان اللاعب ما يعني مو موجود بالسوق اما ان اللاعب اذا انوجد
فيقول لك انا انه ما بيجيب بالعمر هذا الحين، يعني ابي العب برا، ابي اصنع سي في اكثر، ابي العب مكان يعني انه دوري يكون اقوى من الدوري الخليجي. في احسن، في احسن من اعوذ بالله من الشيطان، اللاعب اللي راح الرياضي كان نادي الكويت، ما قدم مع نادي الكويت زين، بعدين راح الرياضي ميكر، توني ميكر، توني ميكر في اقوى من في اقوى من هاللاعب، دش الساع الخليج والوطن العربي يا الكويت ما اوكي يا الكويت ما توفق هذا شيء ثاني، ما توفق هذا شيء. ليش توفق مع الرياضي؟ لما كان في اصابه مو لا لا يمكن تركيبه اللاعب ما تمشي معنا في نادي الكويت، مو شرط اليوم كل احضر لاعب طويل بشكل نفس ما ذكرت 216 215 ولكن ما يقدم المستوى المطلوب معايا او تركيبته مو مع مجموعتي انا في فريق نادي الكويت. بينما اليوم لو اوقع مع اي لاعب للاني او اي احد ما تكون نسبه الطول العاليه ولكن القى متواجد معي يلعب مباريات كبيره القى يحط لي سكور، وخالد ترى شوف تركيبه المحترفين دائما يعني تلقى محترف قاعد يقدم مع الرياضي تودي الملامه ما يلعب الملامه، السير مع الملامه مثلا زين قدم مستوى كبير تودي مع شباب عريدوي يمكن ما يقدم، فاهم الفكره؟ تركيبه المحترف مع الفريق هذه جزئيه مهمه. حضر لي مثال الحين وانت تتكلم بناصر وهذا لك مخالد عشان ننتقل حق نادي القادسيه، ديوك اكيد عارف ديوك بعد الدوري اللبناني حسب معلومات نرجع للان بي اي تقريبا تعاقدوا مع ديوك افضل من ميكر مع يعني افضل من ميكر نسبيا، ديوك شخصيا نادي الكويت قدموا لاعب رفض طبيعي يعني قال انا بروح قدموا لاعب انت رايح للان بي اي شكرا، هو كان موجود بالدوري اللبناني وشافوه حطوا العين على نادي الكويت، هذا الكلام نقول على السيد بدر العصيمي ان انا تقدمت له بعرض بالسعر الفلاني قال انا خلاص انا ما تبي خليني هذا خير مثال يعني انت اتوقع شيء طبيعي انه خليني يقول لك انا في لاعبين يقول لك فارس يقول لك انه في لاعبين يقول لك انا ما العب الدوري الكويتي ولا القطري ولا الدوري العربي كله، فانا مشكله مبلغ هي كثر ما هي مشكله ان الموضوع مو موضوع ماده كثر ما هو موضوع اسم او سي في، هذا مثال. خلنا ننتقل شوي إلى نادي القادسية، القادسية تعاقد مع محترفين اثنين، بقى على مبارك إيلونو، عندنا زوبتيج اللي هو MVP في البطولة العربية، لعب تقريبا في عديد من الدول، آخرها نابولي إيطاليا، عندنا فيل لعب في الدوري التركي اللي هو الجارد 32 سنة، زوبتيج مثل ما شفناه بطولة عربية 34 سنة. شوف لما تكلم خلنا نتكلم عن شيء عن فيل. فيل اعتقد قبل الدوري التركي اعتقد انه لعب نابولي الايطالي لاعب يعني بالنسبه حقنا فريق القادسيه راح تلقاه متواجد هذا الموسم راح يقوم بدور كبير، على عكس الصربي اللي للامانه انا معجب فيه على المستوى الشخصي قدم مستوى كبير مع نادي القادسيه، مع ان الكل يشوف ان اللاعب هذا يلعب رقم خمسة انا اشوف انه اربع فارس، وكان كان كان ودي انه يكون في رقم خمسة مع نادي القادسيه هذا يلعب اربع لان حكم نسبه الشوت عنده عاليه جدا، ما كنت اشوف ما كان ودي اني اشوفه خمسه سريع، الون موجود بس انه ما اعتقد انه راح ينزلهم مع بعض راح تكون نسبه الثقل بالفريق شيء كبير، عنده جاردات يعني ممكن في توليفه تشكيله هذا سين، لما تقول لي الونو وتقول لي الصربي وتقول لي لاعبين نادي الغاتسي الخمسه اللي كانوا الثلاثه اللي كانوا محليين اغلبهم كبار بالعمر يمكن ادري ابو خالد، لما تقول لي تقدر تقول محسن ونواف مثلا صغار بالعمر وسراع تقدر قليل التوقيت مع مثلا عامر صبره عبد العزيز الحميدي ممكن يتواجد بس انا اقول راح يكون ملعب ثقيل عليهم ايه؟ يعني اي فريق لما تلعب ضده نفسي يصير يقول فاست بريك هذا واحد يملك جاردات القادسيه محليا ممتاز يملك اغلب فريقه جاردات، انا اقول لك اذا لعب التشكيله هذه ما احبها النادر ما حبيت اشوفه مع نادي القادسيه يلعبون اثنين سناتر بالملعب حكم اني اشوف هذا اربع صريح يعني هذا انا وجهه نظري لو يكون مع عمران راح تلقى الفريق افضل، يعني لو كان عمران موجود مع نادي القادسيه وهذا عمران خمسه وتلعب هذا اربعه يمكن يمشي حاله، محترف له عليه يعني خلاف مستوى كبير، صفقات نادي القادسيه هذا الموسم محترفين ممتازه جدا ممتاز. كابتن عبد الله الصراف محترفين نادي القادسيه صفقات حلوه نادي القادسيه، البوينت جارد راح يكون متواجد، البوينت جارد لاعب فكر عالي يعرف يمشي الفريق مو اناني وايضا يحط سكور، خوش صفقه ولكن روبرت كان أكثر منه مجهودا في الملعب. روبرت يسوي لك أشياء من ولا شيء، يعني مثلا يحط سكور عادي تلقى أول واحد بالدفاع يقطع ستين يلم ريباوند يروح يحط ثري بوينت، هذه في يعني في بعض الأحيان هذه الشغلات تحيي معاك الفريق، هو ستايل ثاني غير عن روبرت، أصغر من روبرت وعندهم وصل وعندهم مباريات، هذا كان ممكن فكر إدارة نادي القادسية ممكن فكرهم يكون سليم، ولكن حيوية روبرت
كانت اكثر من هذا اللاعب. عرف يعني ان من الابغاء مع روبرت كان افضل على حسب هو شنو يشوف وجهه نظر المدرب. انا بالنسبه له انه انا يمكن عندي مباريات وايد وهذا اللاعب صغير يقدر يلعب بالدوري ويقدر يلعب وسط ما يتعب يعطيني اكثر يعطيني اكثر من روبرت، ولكن لا تتوقع انه نفس روبرت راح يكون. عرفت ستايل مختلف عن روبرت ولكن لاعب ممتاز. خلينا نقول عن اللاعب الصربي، اللاعب الصربي يلعب ثلاثة، يقاعد يلعبونه ثلاثة أربعة. لاعب شوتر، إيه لاعب شوتر، ولكن على حسب المسماتش اللي معه. يعني متى ما كان المسمات، يعني متى ما كان نسبة المانتومان اللي معه نفس الطول راح تلقى نسبة الشوت تطيح. هذا تتكلم على زوبة عبد الله هذا. إيه زوبة. راح تلقى نسبة الشوت تطيح عنده. مو نفس نسبة الشوت اللي مثلاً اللي يأخذها مع مثلاً أوبن شوت أو مع وينج ضعيف. إذا ضايقت بالشوت أدخل. إيه فالفرق ممكن بالبداية ما تكون جاهزة لهذا الشيء أو قاريته عنه، بس مع الوقت راح يبين، راح تشوفه دائما يمسك من شخص طويل مو شخص قصير. يعني حتى لما يلعب ثلاثة راح يحطونه واحد طويل. ألونو ما يحتاج، يعني ألونو ما يتكلم عنه. إيه ما يحتاج يتكلم. الجزئية لها أبو خالد تدري شنو؟ إنه وين تحصل لك لاعب يمشي مع الفريق ونفس التوليفة؟ أنا قلت لك اليوم ماركس مع نادي الكويت ما هو ماركس اللي لعب مع الفريق الإيراني. ما هو ماركس اللي راح يلعب مع المنام البحريني، توازن مع فريق نادي الكويت. بس الان بالنسبه لي لما تقطع هني ما راح تلقى متواجد، لان تركيبته مع هذا الفريق روبرت تركيبته مع القادسيه ما تتكرر، فانت ما راح تحصل لك لاعب يسكر مكان هذا اللاعب. انا بالنسبه لي انا معجب فيه بشكل كبير الفتره الاخيره. ممتاز كابتن محمد. كابتن محمد وكابتن عبد الله كانوا يعني مقتنعين تماما في صفات نادي القادسيه، لكن الابقاء على روبرت كان افضل. دامنا الوقت ما زال لدينا سبع انديه ممكن باستثناء التضامن اليرموك ما في صفقات محليه بنتكلم عنهم ان شاء الله في الحلقة القادمة. للأسفنا خلاص يضيق الوقت. شكرا لضيوفي الكرام متواجدين معي في الاستوديو، شكرا للجنود المجهولين خلف الكاميرات، شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة. إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة.